السبت ان شاء الله. ندخل السبت على الماتش. بقى الماتش عجبني قوي ان انت تقول ماتش صعب. وماتش صعب، وما فيش ماتش اسمه ماتش سهل. نعم. وما نقدرش نقول ان الاهلي حط اقدامه على الثلاث ارباع مشوار البطوله. نعم. لا صحيح، الاهلي عمل ماتش كويس هناك. نعم، في رادس. في رادس. بس خادع. خادع. صفر صفر ده خادع. يعني يدوش. نعم. وصحيح عايز اقول لك كابتن احمد ان احنا عندنا دلوقتي، معلش انا بقول لك كابتن بقى استاذنا الفاضل، في مقومات بتلعب مع الاهلي كان هو مفتقدها في تونس. نعم. في رادس. نعم. ايه هي؟ نمرة واحد الجمهور، اللي انا متاكد انه هيزقر مش من حنجرته 70,000، من قلبه. نعم. سيبك من الاعداد، سيب انا الأعداد. العدد ما يهمنيش. انا القلب اللي يهمني. نعم. قلب جماهير القلب دي قلب فلاذيه. نعم. قلوب حديديه. نعم. زائرهم اتصور انه هيشحذ همم الناس. نعم. لعيب. وهيرعب الضيوف. هيقوي. هنا رقم واحد الجمهور اهو. طبعا. طبعا. هو الاول وهو الافضل. نعم. وهو الاحسن. نعم. جمهور الاهلي زي جمهور الزمالك، زي نعم. الجمهور الرياضي المصري. نعم. الجمهور الوطني المخلص الصادق الوفي. نعم. اللي انا زي ما قلت حضرتك بالظبط اعتبره اللاعب رقم واحد. عظيم. وده اول مقاوم معانا. عظيم. تاني مقاوم معانا الملعب. ادي نقطتين ايجابيتين جدا. عظيم. كل سنتي في الملعب. نعم. الاهلي حافظها. نعم. بعكس الاخوان من تونس. نعم. ما يعرفوش عنه حاجه. نعم. المعالم بتاعته. نعم. الابعاد بتاعته. نعم. المسافات، المساحات، كل دي الاهلي حافظها عن ظهر قلب. كويس. ايا كان اللي هيلعب، سواء اللي احنا هنقول عليهم او غيرهم. نعم. عارفين حافظين الملعب. فده المقاوم الثاني. الثالث. الثالث. نعم. المناخ. لو حضرتك سافرت تونس، سافرت تونس زيك 10 15 مره. سافرت كتير تونس. بقول لحضرتك 10 15 مره. تونس في النهار بتاعها تلاقي الاربع فصول. صبح. نعم. شتاء. نعم. الظهر ربيع. نعم. بالليل مطر. حاجات كده ايه. صحيح. لخبطيشه. نعم. انما عندنا لا، الحمد لله مناخ مستقر. نعم. جواء حراريه عاديه. نار. عاديه اليومين دول. نار. معلش بس بالليل دلوقتي كويس. لطيف. وان شاء الله ربنا هيكيفها لنا يوم السبت. الرطوبه هاديه. نعم. فادي ثلاث مقومات لصلاح. كويس. نمره ثلاث. اربعه. اربعه. اكيد المباراه بتاعت الذهاب لها ظلال جوه كولر. لها خلفيه. نعم. انا اتصور وازعم ان هو قاعد من يوم ما جه بالطياره الخاصه من هناك بيسجل كل حاجه. هيعمل ايه؟ عمال يتقرر. ويكتب. نعم. انا عايز ايه هنا؟ نعم. وعايز في التوقيت ده ايه؟ نعم. هو لو المدرب الكويس يا استاذ احمد بيقسم المباراه على مراحل. في البدايه هيعمل ايه؟ في الوسط هيعمل ايه؟ نعم. النهايه تبقى ربع 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 كده، بيقسمها على مزاجه. نعم. على مراحل. نعم. ايا كان. نعم. حسب التوقيت بتاعه، حسب المده بتاعه. المده بتاعه كل واحد مختلف. كويس. فضلا كولر هيعمل كده. لازم. وهيديها احتمالات. نعم. لو حصل كذا هيعمل كذا. يعني لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا ما يكتبها، لو الترجي اتقاد سجل جون، سجل جون عندك مشكله. مشكله جامده جدا. اصعب حاجه. هيعمل ايه؟ عنده. والمدرب الجيد عنده رؤيه. عنده فيجن زي ما بنقول. نعم. يعمل كذا مكان كذا. نعم. ويعمل كذا لما يحصل كذا. هو